السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب اليوم محاضره جديده للصف السادس اعدادي. طلاب محاضره اليوم باليونت الثاني، الموضوع شو اسمه طلاب؟ giving advice. giving advice او give advice، اعطاء نصيحه. طلاب طبعا لكم موضوع باليونت الاول اسمه imperative to give advice، اعطاء نصيحه طبيه او امريه. لكن بهاي يونت الاول هذا بيا يونت جيف ادفايز اعطى نصيحه، باليونت الثاني من نجي نحل بكيفنا اكيد لا، عندنا قاعده. قاعده شو تقول؟ انزل يو اجيب من عندي، لو شود لو شودنت. زين استاذ، شود يعني المعنى ايجابي، فالشيء يجب عليك تسويه. شودنت لا يجب، فالشيء سلبي. زين، زائد فعل مجرد زائد تكمله. طلاب طبعا اغلب الطلاب ما يعرف يفرق بين الشد والشدن. هذا يعتمد على المعاني. اكو كلمات اذا شفتها نجيب شدن. ايت ياكل، ياكل الكثير من الحلويات. فيل يفشل، يرسب. ليف يترك. اكو بعض الطلاب مس يفقد، لوز يخسر. تقريبا اظني اهم خمس كلمات اذا شفتوهن بالجمله نزل الشدن. ماكو نزل شود زائد فعل مجرد. طلاب اكو ثلاث امثله نجي نحلهن على مود نتعلم. المثال الاول keep your passport in a safe place، حافظ على جوازك في مكان امن. اذا هاي الجمله ايجابيه فشي زين. يريد بين قوسين give advice، من نجي احل شو انزل؟ you، لان المعنى ايجابي. شو اجيب من عندي؟ شود. وين الفعل المجرد؟ كيب. وبقيه الجمله تنزل مثل ما هي. شفت ايش سويت؟ نزلت يو، جبت من عندي من القاعده، المعنى ايجابي وماكو الكلمات شودنت، جبت شود والفعل المجرد كيب وكملت باقي الجمله مثل ما هي. نمبر 2 ليف ذا كيز، ترك المفاتيح ان ذا فلاور بوت، في السنداني. يريد بين قوسين اعطاه نصيحه، جيف ان ادفايس. زين طلاب، ترك المفاتيح في السندانه هذا المعنى ايجابي لو سلبي؟ لا استاذ سلبي. شلون عرفتوا؟ ترك المفاتيح في السندانه صار فشي معروف، فلا يجب علينا. هذا مثال وزاري. نجي من نجي نحل شو ننزل؟ يو، لان اكو كلمه ليف اجيب من عندي شدنت. وين الفعل المجرد؟ ليف. وبقيه الجمله تنزل مثل ما هي. طلاب هسه عندنا المثال الثالث والاخير fail in the exam and ترسب بالامتحان. You have to graduate this year، يجب ان تتخرج هذه السنه. يريد اعطاه نصيحه. طلاب اول كلمه قلنا شو ننزل؟ you. fail ايجابيه لو سلبيه؟ لا استاذ سلبيه. اجيب من عندي كلمه shouldn't. زين وين الفعل المجرد؟ fail. وبقيه الجمله تنزل. طلاب راح اخلي لكم خمس امثله هسه، حاولوا تحلوهن وياي نفس الطريقه، ونلتقيكم المحاضره الجايه. طلاب هاي مجموعه الاسئله الوزاريه المهمه عن موضوع give an advice يعني اعطاء نصيحه. اقرا وياي الجمل وحده وحده، وشلون ما شرحت لك بالقاعده حاول تحل وياي. احل لك مثال قدامك، راح احل نمبر 5 study hard for the exam to get success. يريد give advice، شلون ما علمتكم؟ اول كلمه تكتب يو، بما هنا الجمله ايجابيه وماكو الكلمات اللي علمتك ياهن تجيب should. وين الفعل المجرد؟ study. والبقيه تنزل مثل ما هي. واضح طلاب؟ لهنا نتوقف، وان شاء الله نلتقيكم المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.